هنريكي تسديدة والمحاولة بتصل لوريونتي داخل منطقة الجزاء. بيراردي هدف أول جول، هدف أول النيردو فيردي، النيرو فيردي يسجل. الشوط الأول كونسيلي أنقذ مرمى من فرصة لديبالا، الآن ديبالا، ديبالا وكونسيلي، ديبالا ركلة جزاء يسجلها ديبالا، هدف التعادل الجالوروسي. ثمانية كان هو اللقب التاسع والأخير، هذه الكرة إلى كريستنسن يدخل منطقة الجزاء، تسديدة تغير اتجاه الكرة، هدف ثاني جول، هدف ثاني للجالوروسي. كريستنسن كلمة السر في مباراة